نعم يا إخوان، فنحن ماذا ذنوبنا كثيرة، ونحن إذا سلط علينا غضبنا فبسبب ذنوبنا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والحمد لله دعوة أهل السنة كما قلنا تريد الخير للمجتمع، فإخواننا في عدن الذين سجنوا في أي ذنب سجنوا، وقد نزل عفو عام حتى عن الشيوعيين وعن الاشتراكيين، وأهل السنة كلما نعم قام عليهم صوفي أو حزبي أو أودع أهل السنة السجن. يستضعفوننا يا إخوان، يستضعفوننا يا أهل السنة، ولكن نصبر نصبر والحمد لله، والسنة هي التي تشق طريقها. ونسأل الله أن يوفق المسؤولين، نسأل الله أن يوفقهم.